دوري ابطال افريقيا بالتاكيد بطوله ليها تاريخ كبير، بتغير مسمياتها او اتغيرت مسمياتها، ولكن يبقى الاهلي دائما وابدا هو صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله، فهو حقق 8 بطولات. الانديه المصريه لها باع كبير جدا في هذه البطوله، فالكلمه العليا للانديه المصريه برصيد 14 لقبا للاميره الافريقيه. دائما وابدا الاهلي هو الملك المتوج لهذه البطوله وصاحب الارقام القياسيه فيها، حصد 8 بطولات والزمالك 5، ومره للاسماعيلي، كما حصلت الانديه المصريه على المركز الثاني 8 مرات، وهو ما يعني ان الانديه المصريه بلغت النهائي 22 مناسبه. السنه الحاليه من البطوله تتصارع عليها 4 انديه، الاهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.